بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب القلوب وشفيع الذنوب المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في رحاب المرجعية. أهلا بكم من جديد. أصدر مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله بيانا حول ما يتعرض له قطاع غزة في فلسطين من قصف متواصل في مختلف مناطقه، وأدناه نص البيان. طبعا المرجعية الدينية العليا عودتنا في كل مناسبة أن تكون حاضرة مع آلام الناس وهمومهم ومشاكلهم وآلامهم. هذه المرجعية التي أصدرت بيانا حول مجموعة من الحوادث التي تحصل على الناس في أكثر من مكان، الزلزال في تركيا، تفجير في أفغانستان، في داخل العراق هنالك الكثير من المآسي والأحداث التي تحصل. تجد أن المرجعية تتحرك في كافة الميادين، سواء كان بالكلمة أو بإرسال المساعدات أو إرسال الوفود أو الحوار المباشر مع الأطراف، سواء كانت في مشاكل اجتماعية عشائرية أو مع أطراف لهم صلة بالشأن العالمي كالأمم المتحدة وغيرها. أدناه نص البيان يقول السيد المرجع عبر مكتبه: يتعرض قطاع غزة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها. حقيقة في الواقع نحن نجد أن في الحروب هنالك الكثير من الصراعات تحدث بين الجيوش، بين جيش وجيش آخر، بين جيش ومنظمات إرهابية كما حصل في حربنا مع داعش. عصابات منفلتة أرادت أن تؤسس دولة كدولة إسرائيل، الدولة المزعومة لداعش. كان هنالك قوات حكومية مسنودة بجهود الحشد الشعبي ومؤسسات الدولة والمؤسسات الساندة والمؤسسات الاجتماعية وجهود الأفراد لمقاومة هذه العصابات الإجرامية، عصابات داعش. لكن أن يتحول الصراع والهجمات التي يصفها السيد المرجع هجمات مكثفة قل نظيرها على الشعب الفلسطيني، لأنها هجمات لا تستهدف القوات المقاتلة وإنما تستهدف الأبرياء الآمنين. كلنا شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات، القصف لا يستهدف قوات رسمية وإنما يستهدف بيوت آمنة، يستهدف محطات الكهرباء، يستهدف محطات الماء، المدارس. فبالتالي هذه الحرب هي حرب غير شريفة، هي حرب إبادة جماعية لهذا الشعب، فيصفها السيد المرجع ويقول: وهجمات مكثفة قل نظيرها وقد أسفر حتى هذا الوقت، يعني ممكن أن يستمر ويزداد العدد، عن سقوط أكثر من 6,000 من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح. قطاع غزة إيش قد مساحته حتى يروح هذا العدد من عنده 6,000؟ وخلي نفكر بالأرقام. اليوم أنا لما عندي 6,000 بين شهيد وجريح، منين لي مستشفيات تستوعب هذا العدد؟ كم جريح؟ إحنا اليوم في دول مستقرة ربما، إيش قد تقدر تستقبل كل مستشفى؟ 150 نفر؟ إيش قد تقدر تعالج من الناس؟ إيش قد عندها أدوية؟ في ظل الحرب هذا العدد الكبير من الشهداء ومن الجرحى وين يتم معالجتهم؟ طرق مقطوعة، المي مقطوع، الكهرباء مقطوعة. فبهذا الظرف لما يتوفر هذا العدد الهائل من المدنيين الأبرياء صغار وكبار، شنو الوضع اللي ممكن أن نتصوره عما يحدث في فلسطين؟ ما هو الوضع في الليل؟ شاهدنا كلنا مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بفلسطين وغيرها، نجد أن الناس ما تنام،
الناس ما تنام، الأطفال ما تقدر تنام، كبار، المرضى، الجرحى، فالوضع هو وضع مأساوي. لذلك يقول السيد المرجع: وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم وتدمير مناطق سكنية واسعة. مناطق كاملة أبيدت، بنايات وعمارات ومستشفيات هدت إلى الأرض. ويستهدف القصف مختلف المناطق حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس. احنا نتذكر في حربنا مع داعش لما دخلت العصابات الإجرامية إلى العراق واحتلت بعض المناطق، الكثير من مناطق الوسط والجنوب فتحت أذرعها، ومنها في كربلاء. في كربلاء عشرات الآلاف من الناس وصلوا إلى كربلاء وعاشوا معززين مكرمين، وصلوا لقوا بيوت مفتوحة، لقوا مدارس مفتوحة، لقوا مستشفيات مفتوحة استقبلتهم. لكن المشكلة في قطاع غزة وفي فلسطين ماكو مكان يروحوا له. وين يروحون هاي الناس؟ وين تروح؟ كل إنسان عنده ذرة من الضمير، عنده ذرة من الإنسانية، عنده ذرة من الثقافة، عنده ذرة من الأخلاق، لازم أن يفكر هذول الأهل الناس وين راح يروحون بهذا الوضع الضاغط الذي لم يترك مجالا لأحد أن يعيش، حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس. وفي الوقت نفسه يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا على القطاع، شمل في الآونة الأخيرة حتى الماء والغذاء والدواء. تصريحات الجيش الإسرائيلي أنه كل شاحنة تتوجه باتجاه قطاع غزة ستقصف، قطعوا الحدود كلها، فبالتالي حتى الغذاء والدواء ممنوع. الماء قطعوه، ماكو مي، الناس هسه قاعدة آمنة ببيوتها، وإذا انقطع المي سبب أزمة. تحت القصف عندهم مرضى، عندهم شهداء، عندهم جرحى، ومي ماكو، دواء ماكو. فبالتالي شلون ممكن أن نتخيل الوضع في فلسطين؟ وشلون ممكن للإنسان أن ينام ملأ جفونه وهو يشاهد كل هذا الدمار على هؤلاء المسلمين وغيرها من ضروريات الحياة؟ ملحقا بذلك أكبر الأذى بالأهالي. طبعا ضرر ما أصاب القوات المقاتلة، ما أصاب المقاومين، ضرر يصيب الأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة. وكأنه بيان مكتب السيد المرجع يشير، وكأنه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدوية وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة. مواجهات حصلت بين مجموعة من المقاومين ومع جنود وثكنات عسكرية إسرائيلية صهيونية، فشلوا، إسرائيل فشلت، ما كانوا يتوقعون كل هذا الفشل الذريع، كل هذا التخطيط والتدريب والدعم اللوجستي من مختلف دول العالم. لكن النتيجة شنو؟ مجموعة قليلة من الشباب استطاعت أن تكسر كبرياءهم. لذلك أنه هذه الصفعة التي تلقتها إسرائيل، وهي صفعة قوية جدا، هذه الصفعة يعني في الشريط، شريط غزة، عدد الإسرائيليين اللي ماتوا عددهم قرابة 10% من الموجودين، 10% عدد كبير. إسرائيل لم تفقد هذا العدد في أي وقت سابق. طبعا إسرائيل نقطة ضعفها شغلتين، الأولى هو إطالة الحرب. إسرائيل ما عندها قدرة أن تطيل مدة الحرب. ليش؟ لأنه عددهم قليل، فبالتالي لما يصير حرب الكثير من قطاعات الدولة تشترك، وعذرا لتسميتها دولة لأنه هذه هي عصابة استولت على مقدرات هذه المنطقة، هذا المكان، كما حصل في العراق عند دخول داعش وأرادوا إعلان دولة، فبالتالي لا يمكن أن تسمى هذه دولة، لأن الدولة لابد أن يكونون أصحاب أرض، وهؤلاء هم مجموعة من المرتزقة الذين وصلوا إلى هذه الأرض عبر جنسيات وإغراءات
كبيرة منحت لهم ليستطيعوا أن يصلوا إلى هذا المكان. فبالتالي هذا الكثير من القطاعات ستدخل ضمن هذا الحرب، ضمن هذه الحرب لقلة عددهم أولا. ثانيا ما يقدرون يعيشون بالملاجئ أثناء الحرب. الإسرائيليين كلهم يعيشون بالملاجئ لأن جبناء، الصهاينة جبناء يحبون الدنيا، بالتالي إحنا أصحاب أرض، إحنا أصحاب قضية، لا يمكن في يوم من الأيام أن تنتهي هذه المأساة. ولا سامح الله لولا فتوى المرجعية الدينية العليا بالدفاع الكفائي لكنا اليوم إحنا أمام كيان داعشي يعلن دولة، دولة داعش في العراق، لولا أن تدخل سيد المرجع وأفتى فتواه التاريخية التي حفظت الأرض والعرض. فبالتالي الإنسان المسلم اللي عنده ضمير، اللي عنده إنسانية، مثل ما يتعامل مع داعش يجب أن يتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب. يستمر بيان مكتب سيد المرجع ويقول: ويجري هذا بمرأة ومسمع العالم كله ولا رادع أو مانع. مشكلة العالم اليوم أنه ينظر بمنظار أحادي، من جهة يسمح لإسرائيل أن تتوغل، يسمح لإسرائيل أن تهجر وتقتل، لكن يرفض المقاومة. نحن في زمن العار، في زمن، هذا الزمن الذي أصبحنا ندافع فيه عن أوضح الواضحات، أصبحنا ندافع فيه عن تسمية الشمس. يجي واحد للشمس يقول هاي مو شمس، ويريد نثبت له أنه هذه شمس مو قمر في عز النهار. إحنا اليوم أصبحنا نتحدث في زمن مضطرين أن نبين أنه الإنسان لازم يبقى إنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى ذكر وأنثى. أصبحنا مضطرين لنقول أن الكذب شيء سيء والصدق شيء جيد. هذه المفاهيم الواضحة، هذه من أوضح الواضحات. كيف لإنسان أن يناقش ويشرح ويتحدث ويبرر ويجيب أدلة حتى يقول يابا من حق كل شعب أن يدافع عن أرضه، من حق كل إنسان أن يدافع عن أرضه؟ هذه الدعوات التي تطلق في أنه لإحلال السلام أو حل الدولتين، أي سلام؟ شلون ممكن أنا أحط إيدي بيد القاتل؟ شلون ممكن أنا أتسامح مع داعش اللي قتلت أبنائنا واللي سفكت دمائنا وسبت أعراضنا؟ شلون ممكن أنا أحط إيدي بيد إسرائيل؟ شلون ممكن أتعايش وياهم تحت دعوة السلام؟ دعوة الحرية هي دعوة للانحلال والتسيب، دعوة لكسر كل الأعراف والأخلاق، الأعراف الاجتماعية والأعراف الإنسانية تحت دعوة ومسمى الحرية. تحت دعوة السلام اليوم لازم تحط إيدك بيد القاتل، إيدك بيد الجلاد. لكن السيد المرجع يقول: ويجري هذا بمرأة ومسمع العالم كله ولا رادع أو مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية. الناس اشتبهت عليهم الأمر أنه يبدي ساند، يقول من حقهم إسرائيل أن يقتلوا الفلسطينيين. ليش هو الفلسطيني دخل بأرض اليهود؟ لو العكس، الصهاينة إجوا كما أتت داعش إلى العراق وأرادت أن تؤسس هذه الدولة. ليش من حق الإسرائيلي أن يقتل الفلسطيني بس مو من حق الفلسطيني أن يدافع؟ هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية. للأسف بعض الشخصيات، بعض الحكومات اليوم تساند إسرائيل من خلال حلول، هذه الحلول هي طعنة في ظهر فلسطين، طعنة في قبة القدس. فبالتالي هذه الأعمال للأسف هنالك من يساندها ويبررها بذريعة الدفاع عن النفس. عجيب، من حق الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، كما
من حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه، لكن هذا الحق هو حق مغبون، ينطون هذا الحق حق الدفاع النفس للإسرائيلي. الأمر أشبه بأنه لص يدخل لبيتي ولما أحاول أن أدفعه يطالبون أن أعيش حالة السلام والوئام وعدم الاعتداء عليه، ومن حقه أن يدافع. زين، ما هو اللي داخل أرضي، هو اللي سارق سيارتي وسارق بيتي، فبالتالي يعني شلون من حقي أن أدافع وهو من حقه أن يدافع؟ لا، هو مو مدافع، هو معتدي. الإسرائيلي معتدي من جاي داخل الأرضي، مو معناها أنه دا يدافع عن نفسه، معناها هذا شخص مجرم ودا يمارس عمليات إجرامية على الأرض. مجرد وجوده ويرفع علم آخر غير علم فلسطين هو جريمة، ويبررها بذريعة الدفاع عن النفس. الإسرائيلي من حقه يدافع عن نفسه، بس الفلسطيني مو من حقه أن يدافع عن نفسه. هذا الزمن هو زمن العار اللي نقول عليه. اليوم احنا وصلنا أن نعرف تعريفات للمفاهيم الواضحة. أصبحنا للمقاوم، الإنسان المقاوم مو من حقه أن يدافع عن نفسه وعن أرضه، لا، السارق والمحتل من حقه أن يدافع عن نفسه. إن العالم، يستمر بيان السيد المرجع يقول، إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع. العالم كله مدعو، بس أنا شخصيا والمستمع مشمول بهذا الأمر. كل إنسان خليه يسأل نفسه شنو اللي قدمه. هسه ما ربما ما نقدر نروح بأنفسنا وبأدواتنا نجاهد أو نقاتل أو ندفع هذا الضرر عن هؤلاء المسلمين، لكن الواجب الأخلاقي، الواجب الديني يحتم علينا أن ننصرهم ولو بكلمة. على الأقل إحنا لن نساهم في نصرة هذا الصهيوني على الفلسطيني، لن نستنكر فعل الأخوة الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم. على الأقل خلينا نترحم لهؤلاء الأطفال اللي يموتون يوميا، لهذه العائلات التي فقدت المأوى، ناس بالآلاف عايشين بالشوارع اليوم لأنه هم اليوم ما عندهم مكان يؤويهم. فسيد المرجع يقول، هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ 7 عقود، مأساة صار لها 7 عقود، شلون تنتهي يا سيد المرجع؟ سيد السيستاني يقول، إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم بنيله حقوقه المشروعة، حقه بالحياة، حقه بالدفاع عن نفسه، حقه بالحصول على الماء والدواء والغذاء. شلون يصير؟ وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة. إزالة الاحتلال، إزالة، مو نسوي دولة لإسرائيل ودولة للصهاينة ودولة إلى الفلسطينيين. بيان السيد المرجع واضح، إزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة. يا جماعة الخير، تبدون أمن وسلام في هذه المنطقة، منطقة كلها بما فيها العراق والأردن وسوريا ولبنان، كل المنطقة ممكن أن تهدأ، شلون؟ بإزالة الاحتلال عن الأراضي المغتصبة. غدة سرطانية تأثر على المنطقة كلها، حديث مو عن قطاع غزة حتى يرتاحون ولا عن دولة فلسطين، حديث عن منطقة كاملة. إزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك إذا ما صار ما أزيل الاحتلال لسبب أو لآخر. ايش راح يصير يا سيد المرجع؟ يقول السيد المرجع، ستستمر مقاومة المعتدين. هذا تشريع، انه باستمرار المقاومة. 2، وتبقى دوامة العنف تحصد مزيدا من الارواح البريئة. يعني راح يظلون الفلسطينيين يقاومون، وراح يظل هذا الكيان الغاصب الصهيوني
راح يحصد بالأرواح البريئة، لأنه ما عنده القدرة أنه يواجه هذه المقاومة. طبعا المقاومة أمر فطري، كل إنسان اليوم في هذه الحياة من حقه أن يقاوم ويدافع عن أرضه وعن عرضه وعن ممتلكاته. فبالتالي لن نستنكر على هذا الشعب، أو لن نستنكر أي جهود داعمة لهذه المقاومة الشريفة التي تعمل على استعادة الأرض. هسه بغض النظر عن شخوص المقاومين، محمد، حسين، كاظم، جعفر، عمر، زيد، ما لنا علاقة بالأسماء، ولا لنا علاقة بالتشكيلات، ولا لنا علاقة بالتنظيمات. مفهوم المقاومة هو أمر طبيعي جدا، أمر فطري. اقروا تاريخ الأمم والشعوب وشوفوا المقاومين ايش قدروا وين يسوون، وأمر طبيعي انه الكثير من الناس تستكثر على المقاوم حتى حق العيش وحتى قول كلمة الحق، ويستكثرون حتى مناصرة هؤلاء المقاومين. فمن دون ذلك ستستمر مقاومة المعتدين، أمر طبيعي، هذا قراءة للواقع، قراءة للفطرة الإنسانية، أن يستمر هذا المقاوم بمقاومة الاحتلال وعدم الرضوخ له. بالجهة الأخرى تبقى دوامة العنف تحصد مزيدا من الأرواح البريئة. الإسرائيلي ما راح يواجه، الإسرائيلي ما راح يقاوم، لكن بالمقابل راح يضرب المدنيين. فلابد من إزالة الاحتلال عن الأراضي المغتصبة، لابد من الوصول إلى قناعة أنه لابد أن تزال هذه الغدة السرطانية في منطقتنا، وإلا الناس ما راح تسكت، الشرفاء ما راح يسكتون، المقاومين ما راح يبطلون، أجيال وأجيال قادمة ستقاوم وستثأر لكل هؤلاء الشهداء وستثأر لمقدسات الأمة الإسلامية. ويختم البيان ويقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجبنا الأخلاقي إخواني أن نقرأ هذه البيانات التي تبث الروح في الأمة الإسلامية، ونلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ونحن في مواقعنا، في صفحاتنا الخاصة، في أماكن عملنا، يجب أن نؤدي واجبنا. الإنسان تكليفه الأول هو نفسه. أنت كإنسان مسلم تجيك نصيحة من مرجع ديني أعلى، هذا المرجع له مكانته الكبيرة، ويبين ما في الساحة من أحداث، ويضع يده على الكثير من النقاط. لذلك يجب على الإنسان أن يفكر في كيفية إبراء ذمته. كل إنسان عنده تكليف في هذه الحياة، أنت شنو تكليفك؟ أنت اللي راح تفكر حتى تبرئ ذمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.